يوشي رئيس هيئة الطرق والكباري موجود معانا على التليفون. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، واهلا بضيوفك الاعزاء الخبراء طبعا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا متابع الحلقه وهم بيقولوا طبعا كلام يعني يكاد يكون هو ده يعني عين الحقيقه فعلا. طيب. ولكن خليني اضيف ليه الجانب الرقمي او الجانب الحكومي. اتفضل. حضرتك يعني اولا الصوره اللي طالعه على التقرير اللي بتتكرر دي طول الوقت دي صوره جزء من الدائري المريوطيه، محور المريوطيه، وده كان مشروع كان بيستكمل برضه صاله الاسكان عند منزل الطريق الصحراوي، وان شاء الله بيبتدوا فيه من بكره لمده 4 اسابيع ان شاء الله، خميس جمعه سبت، خميس جمعه سبت، عشان ما نضايقش الناس. ده هيبقى مقفول ان شاء الله. هنقفل، لا جزء يا فندم، يعني حاره، يعني هنقفل حاره وهنسيب بقيه الطريق. واحنا مختارين وعملنا اجتماعات بحضور الداخليه معانا وزاره الاسكان، واخترنا التوقيت اللي هو فيه اقل حركه مرور طول الاسبوع، دي نمره واحد. فدي ان شاء الله مش هتكون موجوده باذن الله خلال 3 اسابيع، هتكون اتصلحت ان شاء الله، وهتكون يعني بوضع جيد وترضي اخواننا المواطنين. الحاجه الثانيه بالنسبه للاحصائيه، عشان بس الارقام تتوحد، وسيادتك قلت ان في كذا رقم، ده صحيح، ولكن احنا كهيئه العامه للطرق والكباري اداره الامن والسلامه احنا المسؤولين الوحيدين في مصر، واحنا اللي بنعمل ريبورتنج لمنظمه الصحه العالميه. احنا عندنا الرقم لا يتجاوز 7000 في السنه، والاصابات حوالي 15000. طبعا ده رقم كبير ورقم مفزع. والوفيات واحنا الوفيات من 6 ل 7000، يعني حوالي 6800 6850، يعني قرب 7000، يعني ما عداش ال 7000. ده الحاجه الرقم الثاني. الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقول، طيب احنا لازم نؤمن ان احنا خارجين من 3 سنين فوضى، البلد كلها عانت منهم، شبكه الطرق من ضمن والشاحنات من ضمن، واحنا عملنا ايه بقى؟ احنا شدنا خط، بنشد خط كده وبنبتدي من جديد. احنا نقول بقى طب احنا عملنا ايه؟ دي الحلول ده اللي حضرتك سالت عليه. اولا انا بالنسبه لي الحمد لله كل حاجه احنا مشينا فيها وصلنا بنوصل او وصلنا فيها الحلول. اول حاجه الفوضى والاحمال الزياده بتاعت الشاحنات اللي هي عدت ال3 اضعاف، يعني الشاحنه العربيه النقل اللي بتشيل 40 طن بتشيل 120 طن وبتمشي. ايوه. فالطريق الزراعي لازم ينهار، لازم. ازاي؟ واحد متصمم على 40 على 13 طن في المحور، بقى المحور بيجي له ب 40 طن، فلازم ينهار، شيء طبيعي. ماشي حضرتك؟ يبقى دي الاحمال الزياده نمره واحد. نمره واحد. طيب احنا عملنا ايه في الموضوع ده؟ احنا الحمد لله عملنا يعني ورش عمل ولقاءات، وعلى وشك ان احنا نعلن قريبا جدا عن اتفاق بيننا وبين النقابه العامه للنقل البري وسائق الشاحنات على الالتزام بالحموله، والداخليه داخله معانا في الموضوع وكل الوزارات ان شاء الله، وهنعلن عن كارته موحده. هم بيشيلوا زياده ليه؟ عشان بيتاخد منهم كارتات زياده ورسوم زياده غير قانونيه طول الطريق وداخل المواني وداخل كل حته، وهذا الكلام بيسبب لهم نوع من انواع الارهاق المادي، فبيضطر يحمل زياده ويبوظ عربيته ويبوظ الطريق عشان يعوض هذه الرسوم. طيب ناخد مثال، عربيه نقل 40 طن بتحمل زياده بتوصل ل 58 طن، يعني رقم اهو كويس برضه، مش تقيل قوي، مش زي 120 طن، ولكن هو بيتحصل عليه رسوم حوالي 3650 جنيه. طيب دي وضحت، معلش يا سياده اللواء علشان الوقت، هم اكتر من نقطه برضو. في نقطه ثانيه دكتور خالد اتكلم عنها اللي هي موضوع لما اشاد بطريق العين السخنه، لانه طريق ما فيهوش فيه عربيات نقل، عربيات نقل ليها حاره لوحدها، فبنتكلم انه هل ممكن ان يكون عندنا في كل الطرق في مصر يعني اعاده تصميم ليها، برضو صيانتها، المداخل والمخارج، المحاور، يعني الحل الثاني حضرتك ان احنا بنعمل حاليا شبكه طرق وشاحنات على مستوى الجمهوريه من مصادر انتاج البضائع الى داخل المدن، وبنعمل على ابواب المدن الرئيسيه وليكن القاهره الكبرى بالذات، تمام، مناطق لوجستيه تفرغ فيها الحمولات ويبقى فيها مخازن وبرادات وصوامع، بحيث ان العربيات تخش تاخد بالتجزئه لجوه. على سبيل المثال للحصر، طريق السويس الحالي بنرفع كفاءته دلوقتي وبنضيف له طريق شاحنات يمين وطريق شاحنات شمال، وعدد اخر طريق اسكندريه الصحراوي بنكمله طريق شاحنات يمين وشاحنات شمال، فيعني احنا واخدين كل الطرق ان شاء الله من خلال السنه الجايه مع المشروع القومي حضرتك عارفها طبعا. ايوه احنا بنضيف فيه طرق شاحنات. انا عايز برضه اقول حاجه،
الامن والسلامه كانت وصلت الى مستوى متردي يمكن خلال قبل الست شهور اللي فاتوا، وصلت قرب 5%. الطرق اللي عندنا اللي امنه وسليمه زي طريق شرم الشيخ مثلا رغم ان حصل عليه حادثه، بس الحادثه كانت مرعونه من السواق طبقا لتقرير وزاره الداخليه وطبقا للمعاينه بتاعتنا. ولكن احنا عملنا ايه؟ احنا طرحنا 54 طريق دفعه واحده، كل محافظه طريقين بنرفع فيهم مستويات الامن والسلامه. تمام حضرتك، احنا برضو عشان برضو نطمن المواطنين، الصيانه احنا فعلا الصيانه عندنا كانت ماشيه ضعيفه لان احنا كنا يعني ما كناش ممكنين فيها كويس، والدنيا كانت اسرع مننا في الانهيار. الحمد لله احنا طلبنا من القياده السياسيه ميزانيات زياده خدناها، احنا بطلنا المواطنين. طيب خلينا نشوف النتيجه يا سياده اللواء، واحنا معاكم ومع اي جهد وشغل بيبذل على الارض، لان حضرتك زي ما بتقول انتوا الجهه المنوط بيها ان تشوفوا الوضع ايه على الارض وتبقى عندكم الارقام وعندكم الاحصائيات، فبالتالي يعني لازم يكون في تعامل بشكل يعني ايقاع اسرع كمان علشان يتم التعامل مع المشكله دي على طول. شكرا جدا.